صلاة جمعة غير عادية في افتتاح مسجد ابن رشد جوتا ببرلين، وسط حضور كبير من الصحفيين الذين جاءوا لتغطية الحدث. أما المصلين امرأة ورجل تلوا بالتناوب آيات من القرآن. المصلون بدورهم انتظموا في صفوف يختلط فيها الرجال والنساء. الكل هنا يدركون أن التغيير يخيف الكثيرين، لكنهم يؤكدون على حقهم في الصلاة بهذه الطريقة. أول مرة حدثت داخل حديقة عامة في لندن. عمري في حياتي ما حسيت أن أنا متكاملة كإنسان روح وجسد مثل هذاك اليوم. أما خطبة الجمعة فكانت من نصيب المحامية ذات الأصول التركية سيران أتش، الناشطة الحقوقية مشهورة في ألمانيا بدفاعها عن حقوق النساء المسلمات ونضالها من أجل تحسين ظروفهن الاجتماعية. لا يمكنني تقبل أن يتم التخلص منا نحن النساء في غرفة جانبية بشعة وألا يسمح لنا بلعب دور مهم في المسجد، لأني مقتنعة بأن الله يحب الرجال والنساء بالتساوي، ولذلك أطالب بالمساواة بين الجنسين في المسجد أيضا. كنيسة القديس يوحنا في حي موابيت وسط العاصمة الألمانية ستحتضن طيلة عام مسجد سيران أتش. في هذه الكنيسة الإنجيلية وسط برلين اختارت سيران أتش أن تؤسس مسجدها، فهي ترفض أن تصلي في المساجد التقليدية لأنها تعتبرها محافظة فوق اللزوم. لكن ما رأي عامة المسلمين في هذه المبادرة؟ نتجه إلى شارع زونن آلي جنوب برلين المعروف أيضا بشارع العرب. هنا نسأل المرة عما إذا كانوا يتقبلون إمامة المرأة. احنا كلتنا أخوة بالإسلام، رجل وامرأة أخوة بالإسلام. يعني إذا الرجل يعلم المرأة، المرأة تعلم الرجل بالدين بالشرع بالإسلام، يعني أمر عادي. يعني إذا وضعت المرأة أمام الرجال فهي في حالة عورة، حكما هي في عورة، فلذلك المرأة عورة وعورتها يجب أن تخفى وراء الرجال وليس أمام الرجال. ترى هل هذه الحجة فعلا مقنعة؟ لأنه ممنوع بالشرع الإسلامي نعم يعلى صوت المرأة، لأنه يعلى صوت الرجل. يعني يبدو أنه أقنعها. اللي بعرفه مثلا بديننا أنه الرجال قوامون على النساء، إذا هذا الشيء ما فيه حرام عادي، يعني إذا ما فيه حرام عادي، يعني ما هي مشكلة. يعني أنت شخصيا مستعد أن تصلي خلف امرأة؟ إذا مو حرام أما إذا حرام لا. أمام أعرق مسجد في برلين نلتقي أندرياس إسماعيل موا، المسلم الألماني باحث في الدراسات الإسلامية، ويرى أن الفقه يوجز إمامة المرأة للرجال حسب العديد من العلماء مثل الإمام الطبري، ومع ذلك يرفض موا فكرة مسجد سيران أتش. أيجب أن يكون الإمام أمرا؟ يا إلهي، ليست هذه المسألة. المهم أن يكون الإمام متبحرا في علوم الدين، وأن يكون قادرا على تلاوة القرآن وشرحه لجماعته. من غير المهم إطلاقا أن يكون مثليا أو سحاقية أو ذكرا أو أنثى. من العبث الإصرار على أن يكون امرأة. ولكن ألا يمكن تفهم ذلك ما دامت المساجد الأخرى ترفض تولي النساء لهذا المنصب؟ إذا كان هذا هو الدافع فنحن إذن أمام لعبة سياسية، وكأنهم يقولون سننصب إمامة حتى نظهر للجميع أننا على حق. الانتقادات لا تهم سيران أتش كثيرا ما دام مشروعها يحظى بدعم من يشاطرها أفكارها، مثل هذه المجموعة من اليهود الليبراليين الذين قدموا لمباركة مسجدها.